بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله 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 الله. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. الله يا حاج، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على أنواره. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل حديث ويتم نعمته عليك وعلى آل اكرمك يا عبد الصمد وبارك له فيك يا عبد الصمد الله اكبر يا حاج Thank you.
كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين لقد كان في يوسف آيات للسائلين يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف
يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين Thank you.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون فلما ذهبوا
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فصار جليل
والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. الله المستعان على ما تصفون. وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وأسره بضاعة والله عليم
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت وقالت هيت لك قال معاذ الله
صدق الله العظيم.